صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا محمد فؤاد، كنت بعمل فلوجز عن يومياتي في المانيا، والنهارده انا رايح هتمرن في مكان مفتوح. في اماكن هنا الناس مثلا بتطلع فيها بتبقى في الهواء، يعني بتبقى معموله كده للناس اللي عايزه تلعب فيتنس او حاجه، وبيبقوا مسمينها شبوت فابريك. الشبوت فابريك ده يعني مصنع رياضه. المصنع ده بيبقى فيه حاجات كتير من الانشطه اللي انت ممكن تلعبها او يعني تعمل رياضه فيها، بس في مكان مفتوح. فانا النهارده قلت كده يعني هاخدكم معايا وافرجكم شويه الناس بتتمرن ازاي، وكمان انا هتمرن هناك. بس يعني عشان انا حابب ان انا احكي لكم شويه، لو انتوا يعني عايزين تسمعوا الكلام ده، ايه هي الحاجات الغريبه اللي انا لما جيت المانيا شفتها حسيت ان انا كنت مستغربها. يعني هحكي لكم عن 5 حاجات الالمان بيعملوهم في الجيم او في الرياضه. انا اول لما جيت ما كنتش فاهم هم بيعملوا كده ازاي. الحاجه الاولانيه ان الناس هنا في المانيا يعني ما حدش بيقول لك عايش. انت بتتمرن تخش الجيم هتلاقي الناس مش بتتكلم كتير، بيبقى اغلب الوقت كلهم يعني لابسين سماعات وبيسمعوا مزيكا وبيبقوا بيتمرنوا، بس يعني في العادي ما بيبقاش في ناس كتير بتتكلم. احنا عندنا في مصر الموضوع مش كده، احنا بنروح الجيم لازم ابقى انا رايح مع واحد صاحبي، او لما اروح هناك يعني بكلم بقى الناس التانية وبتصاحب عليهم ويقولوا لي عاش واقول لهم عاش، ويعني انت فاهم، وتلاقي واحد بيصوت كده في النص يعني بيبقى في كده جو اكتر. الجيم هنا بيبقى دايما هادي. دي من الحاجات اللي انا اتفاجئت يعني بيها اول لما جيت. الحاجه الثانيه ان الالمان لما بيروحوا الجيم في منهم ناس بتبقى واخده معاهم يعني نوت بوك صغير ومعاه قلم، وبيكتب كل حاجه هو اتمرنها وبيعلم صح على الحاجه اللي هو اتمرنها او ما اتمرنهاش. الصراحه اول ما كنت رايح يعني ممكن اعمل كده في الشغل، بس في الجيم ما كنتش ببقى فاهم قوي هم ازاي الناس بتعمل كده. جايز بقى في ناس في مصر بتعمل كده دلوقتي. انا عارف ان دلوقتي يعني موضوع الجيم والرياضه في مصر بقى ترند، وبقى في ناس كتير بتتمرن. ف يعني انا ما شفتش كده على ايام يعني، او الجيم اللي انا كنت بتمرن فيه في مصر الناس عادي كانت بتتمرن كده بلدي، يعني ما فيش ورقه وقلم، ما فيش الكلام ده. دي يعني حاجه غريبه انا شفتها اول لما جيت في الالمان. ايه تالت حاجه؟ الالمان بيهتموا جدا جدا بالتغذيه بتاعتهم. يعني مش هتلاقي حد بيلعب جيم وهو مش مركز في الاكل. اي حد بيروح الجيم يبقى بياخد باله جدا هو بياكل ايه وما بياكلش ايه، عشان خاطر يعني هنا معروف ان الرياضه يعني الرياضه وتغذيه، الرياضه ما بتجيش لوحديها، فالناس هنا بتاخد بالها جدا 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 من الاكل بتاعها. الحاجه الرابعه اللي الالمان بيعملوها ان الناس اللي في المانيا مش يعني الهدف بتاعهم غالبا ما بيبقاش ان هو يبقى عندهم عضلات كبيره قوي. يعني مش هتلاقي واحد عنده دراعه ما شاء الله يعني 150 كيلو، الناس هنا ما بتفكرش كده. هم على قد ما بيقدروا بيحاولوا ان هم يبقى جسمهم رفيع بس في نفس الوقت يبقى في عضلات. الحاجه الخامسه والاخيره اللي انا استغربتها اول لما جيت المانيا ان الالمان بياكلوا رز والعيش والبطاطس كلها الصبح. يعني عادي جدا تلاقي واحد كده مثلا في اول اليوم الساعه 11 ولا حاجه وتلاقيه بياكل رز. انا كنتش بقى فاهم، انا جاي طبيعي زي عندنا ناس في مصر، احنا مثلا بنفطر الاول حاجه خفيفه بعد كده بنبتدي ايه نطلع براحه يعني بالتدريج وناكل رز مثلا في نص اليوم او يعني على وجبه الغداء. هنا هم بياكلوا رز الصبح. ليه بياكلوه الصبح؟ عشان يلحقوا يهضموه ويحرقوه على بالليل. الالمان دايما بياكلوا اكل خفيف جدا، يعني مثلا بياكل سلطه، بياكل لحمه، بياكل خضار، بياكل زبادي، بياكل تونه. دي حاجه كنتش فاهمها في الاول بس اتعودت عليها بعد كده وبقيت يعني بعمل زيهم بصراحه. ويعني انا عارف ان مؤخرا الجيم في مصر بقى يعني بقى ترند جامد، وفي ناس كتير بقت بتتمرن، وفي جروبس معموله الناس بتخش برضو فيها بتقعد تشرح لبعضيها يعملوا ايه وما يعملوش ايه، ويعني ياخدوا انهي بروتين وكده. وطبعا يعني كل الحب البروتين فتح الله يعني. فانا كنت بس حابب ان انا اعمل الفلوج ده كده بسرعه، وخليكم بقى معايا عشان اوريكم التمارين. صباحكم زي الفل.